أعزائي برحب فيكم وحلقة ووصفة لذيذة جدا من سلسلة حلقات الغذاء طاقة المستقبل. إيش يعني الغذاء طاقة المستقبل؟ إحنا عندنا 50 صنف من الأغذية أو الأطعمة بديكم تنتبهوا لهم، تتعرفوا عليهم، تستعملوهم أكثر وأكثر وتدخلوهم في وجباتكم اليومية. في بعض الأطعمة اللي إحنا متعودين عليها من أيام زمان فينا نستبدل بعض المكونات بحيث نقدر نستفيد منها ونحافظ على طاقتنا وصحتنا. الأكل اللي حاملها اليوم كلنا بنعرفها وتربينا عليها من زمان وتعتبر مشهورة في كل البلاد، اللي هي اللوبيا أو الفاصوليا البيضاء، أي نوع من الفاصوليا، تعتبر كمان إحدى الأطعمة الخمسين، نسميها أطعمة المستقبل. 50 صنف تعتبر البقول من ضمنهم، وخصوصا اللوبيا اللي هي بهذا الشكل. أنا اخترت لكم هاي لأنه إحنا متعودين عليها، بس فيكم تستعملوا أي نوع آخر. طبعا إذا حبيتوا تعملوها سادة بدون أي شيء لأن هي غنية بالبروتين، أو حبيتوا مزيد من البروتين والحديد، أنا هستعمل معاها اللحم الأحمر. بالنسبة للوبيا أعزائي، من البقول اللي لازم أنقعها عدة ساعات قبل ما أستعملها. أي بقول بتبقى مجففة بهذا الشكل يفضل إنكم تنقعوها عشان ترجع الألياف تتشبع بالقيمة الغذائية ويتضاعف حجمها ويقدر جهازي الهضمي يهضمها. فبنغمرها بالماء لعدة ساعات ويفضل طوال الليل، ونشوف الخطوة التالية. كمية اللوبيا اللي أنا غمرتها بالماء، فبنلاحظ قديش تضاعف الحجم، بدل ما تكون بهذا المقاس أصبحت الضعف أو يمكن أكثر من الضعف كمان. المرحلة الثانية أني لازم أسلقها. في بعض الوصفات بنحطها مباشرة مع الأكل، ولكن بتبقى يابسة، ما بتبقى لذيذة وبتاخد وقت كتير. هلأ بشطفها من مية النقع، ما بحتاج أبدا مية النقع هذه، وأغمرها في مية نظيفة وأسلقها. هحط اللوبيا. أنا بصراحة بحب أحط عليها ملعقة صغيرة أو كمية بسيطة من زيت الزيتون، هيك بحس بيعطيها طراوة أثناء السلق. وأغمرها بالمي وأسيبها لحوالي ربع ساعة وأعمل تجربة بسيطة عليها إذا أصبحت طرية. خلوا بالكم إحنا ما بدنا إياها تبقى 100% طرية، 3/4 سوا. خطوتنا الثانية أعزائي تجهيز اللحم. ممكن أسلق اللحم بالطريقة التقليدية اللي إحنا متعودين عليها، ولكن اليوم حاعطيكم فكرة كتير بسيطة. أنا حسخن زيت الزيتون، أو إذا حبيتوا ممكن تسخنوا السمن. حضيف البصل وحضيف التوم. طبعا الأكلات هذه بدها توم كتير، زودوا التومة. هنقلب البصل. ريحة زيت الزيتون مع هذه الأكلات بتبقى كتير رائعة، البصل والثوم وزيت الزيتون، يا سلام. وحبتدي هلأ أعزائي أضيف قطع اللحم. عم بستعمل لحم أحمر، قيمته الغذائية بتبقى أفضل. ممكن يكون في نسبة بسيطة من الدهن، كمية بسيطة، وممكن تستعملوا أكيد لحم بالعظم. هشوح اللحم مع البصل والثوم. هبتدي هلأ أضيف البهارات، الفلفل الأسود، الكمون، حضيف القرفة، وحقلبهم مع اللحم. هغطي على اللحم واسيبه على نار متوسطة لغاية ما ينشف تماما، ونبتدي نجهز الطماطم. تجهيز الطماطم أعزائي كتير بسيط، يفضل أني أستعمل طماطم أو بندورة حمراء قدر الإمكان. هقطعها إلى قطع بهذه الطريقة وأحطها في إبريق الخلاط. حضيف قليل من الماء وأشعل. إذا لاحظتوا إنه الطماطم اللي بتستعملوها مش حمرة كتير، ممكن نضيف ملعقة كبيرة من معجون الطماطم حسب الرغبة. حنشوف اللحمة، بنلاحظ كيف أول إشي تلاحظوا الريحة الشهية. بنلاحظ كيف اللحمة بدأت تدبل عندي، تقريباً ثلث استوت مش 100%. حضيف عليها عصير الطماطم. لاحظوا هاي الطريقة رائعة جداً في طبخ اللحمة بأسلوب مختلف. هغطي عليها واسيبها على النار لحوالي نص ساعة لغاية ما
تتسبك، بس مش 100% كمان. تنسوش اني انا لسه في عندي خطوه اللوبيا، فنشوف بعد هيك خطوتنا التاليه. اعزائي، بعد مرور الوقت الكافي اللحمه اصبحت عندي دايبه، وبنلاحظ كيف صار عندي مرق تاعها تسبك. اللوبيا عندي استوت بالشكل اللي هو مش 100%، خلوا 10% بس عشان تاخذ مع اللحم، وابتدي بس احطها بهذه الطريقه. تنسوش احنا ما حطينا الملح، حضيف الملح. وهلأ بشوف هل محتاجة المزيد من الماء حسب انتو كثافتها، كيف انتو بتحبوها. حنسيبها هلأ على نار متوسطة حوالي 10 دقائق كمان لتكتمل هالطبخة اللذيذة. أعزائي، الخطوة التالية اني انا اعمل التقلية او القدحة، وعندي اقتراحين، اني استعمل السمن الحيواني او اذا حبيتوا تستعملوا زيت الزيتون، الاثنين بيعطوني طعم كتير طيب. حبتدي اسيح السمنة واضيف لها الثوم المهروس. زي ما خبرتكم اللوبيا من الاكلات المشهورة والمعروفة في كل معظم البلاد يعني، فناس كتير بيختلفوا بطريقة تقديمها. ففي عنا مثلا فكرة ان نحط القدحة او ما نحطها، او التقلية او ما نحطها. فيكم تاكلوها زي ما هي، فيكم تعملوا التقلية زي ما قلت لكم بالثوم، واذا حبيتوا فيكم تحطوها مع الكزبرة او البقدونس. ناس كتير وطبخات كتير وطرق كتير، فحسب ما انتوا بتحبوا. ولكن جربوا، اضافة الخضرة برضو بتعطيني قيمة غذائية اكتر. لاحظوا هلأ شموا هالريحة. ما بدي تتحمر التومة مباشرة، هلأ بشيل الغطاء وبضيفها مباشرة على اللوبيا. يا سلام على الريحة. واللوبيا جاهزة للأكل. أعزائي، أكلات الطفولة وأكلات القوة. على فكرة هذه الأكلة بنصح إنكم دائما تكلوها على الأقل مرتين في الأسبوع إذا قدرتوا، لأنه بتعطيني قوة كتير رائعة، وخصوصا لما يكون في عنا مجتمعات محتاجين التغذية، محتاجين تغذية المرأة، محتاجين تغذية الطفل. دخلوها دائما في وجباتكم واستمتعوا بطعمها.